السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. هاد النهار نتلاقاو فيديو جديده. الفيديو اللي دازت كنت قسمت معكم طريقتي باش كنساو بسلو اللي في الحقيقه جا رائع، ونتمنى كل وحده فيكم تجربوه. كل يوم اللي كيتلقوا لي زانغغيديون في بعضهم وهو كيزيد لتا على لتا. دونك لا غوسيت ديال هاد النهار غادي نساو ب محنشه. غادي نديرها بجوج طريق. انا ندير محنشه الصغيورين اللي كيجيو في الديكور زوينين، وهذا هما فيهم شويه الخدمه ولكن كيجيو زوينين في المنظر. وكندير المحنشه العاديه اللي كتكون طويله ومن بعد كنقطعوها. دونك نتمنى تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، تبقاو معايا المراحل، ومرحبا بكم. دونك نبداو مع المقادير. دونك اول حاجه نحتاجوها هي اللوز. هنا عندي 500 غرام، عندي غادي ندير معاه 150 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال البيستاش، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده المفاتيح حيت ما عنديش العبار تما، والعسل حتى هو ما عنديش العبار حيت غادي نستعملوه غير في التالي باش نعسلو، وهذاك ما زهر حتى هو ما عنديش العبار لان على حساب العقده غتبقي تزيدي غير بشويه حتى تعطيك العقده اللي ما تعجبك وتجيك هي هذيك. وهنا غادي نخدم الورقه ديال الفيلو. هنا عندي الورقه نمره 4 باش ما تجيش غليظه بزاف. دونك اول حاجه اللوز راه عندي مسلوق ومفسخ من البارح، درته في الروبو، طحنته الطحنه الاولى ومن بعد زدت عليه السكر. غادي نزيد نطحنو شي شويش ومع الزبده، ولكن ما نخليوهش حتى يطلق الزيت ديالو، غير شي شويه ونجبدوه ونكملوا الخدمه باليدين، لان لا تلق الزيت ديالو من غتبقاي تصاوبي الصبيعات غادي تفرق لك الزيت على الاخر، المهم كتجي شويه صعيبه في الخدمه. دونك غير بدي جانسو، غادي نزيدي شويه ديال الماء زهر باش تستغي واحد ربع د الكاس ولا، وبديت نخدم بيدي، نخدم فيه الحقيقه فيه الخدمه شويه باش زعما ياتك تولي زعما العقده مزيانه، عجنتها مزيان سورتو كزت فيه من بعد سميتو بيستاش ما كانش مطحون مزيان. دونك بغيتو انا يبقى باين شي شويش، ولكن فاش تعجني فيه مع عجنت السونغون راه درني شويه في يدي، مي النتيجه كانت غتكون حسن لان من تبقاي تاكل وكم ديك القرماشه فيه كتجي زوينه. المهم بقيت خدامه فيه هكذا، خدامه فيه حتى تجانسوني العناصر مزيان، زدت شي شويه د ما زهر ماشي بزاف، وبقيت نخدم فيها حتى تجانست لي العقد. فوالا من تبقى تجيكم هاد الصبيعات فاسيلي تصاوبو في اليدين صافي اون اغيت. بعد باش يجيوني الحبيبات مقادين درت الميزان، باسكو انا هاديك عيني ميزاني ما كنعرفلهاش بزاف. دونك درت ما بين 18 و 20 غرام في كل وحده باش يجيوني مقادين. من بعد صوبتهم على شكل صبيعات كما راكم تشوفوا معايا هنايا، وجدت داك الصينيه ديال لي كاب كيك حيت خفت هادوك اللي الحينشات الصغيرين يمشيو يتحلوا لي في الثياب ولا، دونك جي بريفيري نديرهم ديريكتومون في هادوك باش كومسا نكون سيغ انهم يبقاو مجموعين. هنا حليت الورقه، بيان سور الورقه غادي نقطع داك الطرف اللي غادي نحتاجو، شي لاخر ردو في الميكا باش ما تيبسش. وهنا شديت المقص وبديت نقطع اشريطه طوال. بيان سور اللي عنده لا ماشين ديك اللي كتقطع الورقه ديال الماشين ديال اللي كنقطعوا بها الورقه ديال الكريوش ولا صوبوا بها لي بات ولا يقطع بها سي بلو فاسيل. انا ما عنديش، دونك كنقضي باللي كاين نقضي بالغراض. دونك هانتي شديت شريطات وحده 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 ستفتهم ومن بعد دهنتهم بالزبده. بيان سور هذيك البلاستيكه اللي كنخدم عليها حتى هي راني دهناها بالزبده،
فان درت الزبده مذوبه ماشي يعني ذوبتها حتى مشى لها شويه الحليب، ماشي كاع وصلت تولي بوغ نوازيت، ولكن مهم مشى من هذاك الحليب كي تصفى الفوق حيدته وريت ما خليتهاش ولات نوازيت. ومن بعد زدت عليها شويه الزيت لان الزيت كيحافظ شويه على القرمشه ديال الورقه، دونك زدت ماشي قد الزبده، ولكن نقولوا درنا قياس زبده ونص قياس زيت. ومن بعد حطيت تما داك الاسبوع اللي صوبته بالحشوه وكنبدا ندور عليه. كما كتعرفوا جميع الورقه ديال الفيلو كتعذب شويه في الخدمه، ولكن المذاق ديالها في الاخر كيشفع لها، دونك غير بشويه ديال الصبر وشويه ديال الخاطر بقاو غاديين معاها بشويه 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 حتى نجمعوها. بيان سور حاولوا ما امكن ما تخليوش الفراغات في الحشوه، يعني ضروري تغطى كلها باش ما تخرجش في الطياب، ولا تخرجت في الطياب كتنحرق وتخسر لكم كاع المنظر. دونك يلفو ميو يتغطاو كاع لي بارتي بالورقه، واخا تقطع سي با غاف، جيبو مرسو واحد اخر اون كومبلي هذيك البلاصه اللي تقطعت، لان لاحظتو فاش غادي تبدي نطويها غادي تبدي تقسم لي، مي سي با غاف في الطياب راه كتجي زوينه، راه هادشي كله كيتخبى من بعد. هاني نطويها ندورها على بعدياتها، هانت شتو قسمت لي مي سي با ميشون، غادي نغطيها مزيان ومن بعد غادي نشد الوريقات ونغطي كاع دوك البلايص اللي تعجاو ليا. من الاحسن واخا تلصقوها من فوق راه غادي تلصق بالزبده، المهم ما تخليوهاش عريانه باش ما تخرجش في الطياب. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الحبيبات اللي عندي. دونك هنا كما لاحظتوا هاني حطيتهم كاملين في داك البلاصه داك لي مول ديال الكاب كيك وخليتهم. ومن بعد غادي نكمل العمليه ديال الاخرين، غادي نديرهم بطريقه سهل، غادي نحط ورقه طويله من دوك اللي كانوا بقاو لي، غندهنها بالزيت والزبده كما العاده، غنزيد ورقه واحده اخرى فوق منها فوالا، وعاوتاني ندهنها. يعني شحال ما دهنتوها البنات شحال ما عاوناتكم في الخدمه. غوزمو هاد الورقه صدقات لي زوينه ما عذبتنيش بزاف، وما لقيتهاش مقطعه باسكو شحال مره كتشريها كتلقيها كلها مدقدقه، الغواش كتكون قديمه في المحل واش جون سي با. انا شريتها سوغ جولي وجبتها ديريكتومون الكونجيلاتور حتى بديت قربت نخدم وجبتها بواحد جوج سوايع قبل، الحمد لله ما عذبتنيش كاع. دونك هنا لصقت جوج باش يجيني سبع طويل وغادي نبدا نطوي. هنايا حاولوا ما امكن الورقه تلصق على الحشوه، يعني ما تخليوش الفراغات في الورقه، ولا من تجي تدوري تخليها شويه مرخوفه. علاش؟ لان من غادي طيب كتنفخ شي شويه، والا ما كانتش لاصقه مزيان وتنفخت كتجي تقطعيها كتفرتت. دونك يلفو ميو كدوري وانت تزيري، كدوري وانت تزيري ديليكاتمون بيان سور باش ما تسقبش، ولكن خصها تزير. وغادي نعاودو نفس العمليه حتى نكملو كاع لا كونتيتي اللي عندنا.
الوغ البنات واحد لاستوس، من كملتهم كاملين غطيتهم وخليتهم 4 ديال السوايع يرتاحوا، عاد طيبتهم، ما طيبتهمش سوغلوشون باش تنشف الورقه مزيان وما تحلش في الطياب. دونك ابخي 4 السوايع عاد درتهم في الفران 180 درجه وبقيت حاضيه معاهم كيخداو اللون اللي بغيتو. جبدتهم وبيان سور سوغلوشون باقيين حاميين، بديت كنخوي عليهم العسل باش يدخل لهم العسل مزيان، وخليتهم ليله كامله في داك العسل. عاد درت الدريساج ديالي. انتما شوفوا البنات هنايا حتى المول راه حامي، راني يعني فاش كبيت العسل بقى كيشنشن بحال راه يطيب، ولكن معليش باش يدخل لهم مزيان. ايوا صافي، الغدا ليه جبدتهم قطعتهم مزيان، زينتهم بهذا بيستاش مهرمش والورد والتزيين كيبقى شخصي بيان سور، انا زينت بداك الشيء اللي كان موجود عندي. وهذه هي الوصفه ديال هذا النهار، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي في لي كومونتير، وكما العاده نطلبكم انكور الماكسيموم دو لايك باش لي فيديو ديالي يبقاو يبانو. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.